بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دائما ما تصحيح سلسلة تمارين درس الحركة، وصلنا الآن لدرس التمرين. التمرين من السلسلة المعتادة كتقول: نرسل خيالا فوق نظر هواء أفقي، نسجل حركة نقطة M من الخيال أثناء مدة زمنية متتالية ومتساوية، طو كتساوي 40 ملي سكوند، المدة اللي كتصل تسجيل النقطة الأخرى هي 40 ملي سكوند، فنحصل على التسجيل التالي بالسلم واحد على جوج. إذا عندنا السلم واحد على جوج، يعني المسافات اللي عندي هنا في التسجيل راه هي النص ديال المسافات اللي في الواقع. أولا، ما مسار حركة الخيال؟ علل جوابك. إذا أولا نعطيو التسجيل، هذا التسجيل هكا، هي هذه المواضيع اللي مرت منها النقطة M. إذا الموضع الأول هو M صفر، M واحد، M اثنان، M ثلاثة، أربعة، M خمسة، M ستة. هذو هما المواضيع. أطلب منا السؤال الأول: مسار الحركة، ما مسار حركة الخيال؟ علي جوابك. إذا المسار شفنا في الدرس بأنه شنو هو التعريف ديالو؟ قلنا هو مجموع المواضع المتتالية التي يمر منها المتحرك خلال حركته. إذا قلنا إذا بغيتي تلقى المسار غدير؟ غتاخذ المواضع اللي مر منها المتحرك وتجمعها بالتتابع، إذا الأولى مع اللي موراها مع اللي موراها، وأنت غادي داك الشكل اللي كتحصل عليه هو المسار ديال الحركة. العملية هي اللي غنديرو هنا، غنجيو وغنحاولو نجمعو النقطة إم صفر، إم جوج، إم ثلاثة، إم أربعة، إم خمسة، إم ستة بخط. إذا جمعناهم بخط شنو كنلقاو؟ كنلقاو بأن المسار عبارة عن مستقيم. هاك تكون هيا. إذا أولا طبيعة مسار النقطة M، هاك تكون هيا النقط M صفر و M واحد و M اثنان و M ستة مستقيمية، يعني كرتها مستقيم مستقيمية. إذا مسار حركة النقطة M كدير مستقيمي. السؤال الثاني قالك: استخرج من التسجيل سرعات الخيال في جوج، في ربعة، وفي ستة في النقط التالية M2، M4، M6. ده حساب السرعة اللحظية. ثانيا، حساب السرعة اللحظية فين؟ في الموضع الثاني، يعني في جوج وفي ربعة وفي ستة. إذا قلنا باش نحسبوا السرعة في واحد اللحظة كناخدو بعلاقة التأطير. قلنا إذا بغينا السرعة في واحد اللحظة كناخدو جوج ديال اللحظات، وحدة قبل منها وحدة بعد منها، يكونوا كيأطروه. إذا غنكتبو هنايا: إذا نعلم نعلم أن في إي، يعني السرعة في واحد الموضع إيش كيساوي لنا؟ قلنا كناخدو لحظة قبل ولحظة من بعد. إذا كناخدو المسافة ما بين النقطة قبل من ذاك الموضع، يعني ام اي ناقص واحد، هاد اي ناقص واحد كتعني الموضع قبل، والنقطة من بعد. إذا كنعبرو المسافة من نقطة قبل ونقطة من بعد وكنقسموها على جوج طو، وقلنا في وحدات المسافة ناخذها بالمتر والزمن ناخذوه بالثانية. إذا نبداو في جوج، إذا السرعة في الموضع الثاني شكون الموضع اللي قبل؟ إذا باغي السرعة في ام جوج، شكون الموضع اللي قبل ام جوج؟ هو ام واحد. إذا ناخذ المسافة من M1 حتى M3، نقولوا مسافة M1 M3، يعني المسافة من الموضع اللي قبل والموضع اللي من بعد على جوج طوب. إذا في الشكل عندنا المسافة M1 حتى M3 في الشكل اللي عندنا ديال التسجيل هي جوج سنتيم، ولما عندنا هذا التسجيل بعطينا عطاونا بسلم، إذا خصنا نحولوا باش نعرفوا الأبعاد الحقيقية. كنا كي كنديروا ندوزوا من البعد اللي عندنا في الورقة ديال التمرين لعند البعد الحقيقي، كنا كنضربو في المقلوب ديال السلم. المسافة اللي كنعبرها في التسجيل كنضربها في المقلوب ديال السلم. إذا صحيح عبرت في التسجيل من هنا حتى هنا قلنا جوج سنتيم، هنا هي جوج، فعشرة ناقص جوج نحولها لمتر. إذا هذه هي المسافة اللي عبرت في الورقة،
شو غندير خصني نحولها لبعد حقيقي، غنضرب فاش في المخلوط السلم، السلم هو واحد على جوج، إذا غنضرب في المخلوط ديالو هو جوج، غنضربها في جوج، ونقسم على جوج، طو هي 40 ملي سكون نحولوها للمتر، غنلقاو بأن في جوج كتجي هي 0.5 متر سكون موان زد. الآن الفيربا بنفس الطريقة، ضغطنا غنعبرو مسافة من بين نقطة نقطة قبل من إم 4 ونقطة من بعد إم 4، إذا غتكون المسافة من إم 3 حتى إم 5 ونقسمو على جوج طو، إذا بنفس الطريقة غنلقاو بأن المسافة من إم 3 حتى إم 5 هاد المسافة هادي هي جوج سنتيم، يعني هي جوج عشرة ناقص جوج متر، هادشي في التسجيل. باش نحولوها لبعد حقيقي نضربو في مقلوب السلم، نضربو في جوج ونقسمو على جوج طو هي 40 عشرة ناقص 3. الارتفاع تلقاوها هي 0.5 متر سكون موازن، وبنفس الطريقة غادي نلقاو بأن في 6 كتساوي مع إم 5 إم 7 هنا في التسجيل خصكو عندنا إم 7 هنا هذا جوج طوب، ولكن حنا ما عندناش تما في التسجيل إم 7، إذا لو كان كانت هاذيك خصكو عندنا إم 7 تما تكون عندنا نقطة إم 7 في التسجيل، وغادي نخدمو بتأطير. ما عندناش إم 7 غنديرو غنحاولو نستنتجو من طبيعة الحركة، إذا هنا في التسجيل يا إما خطاو في التسجيل ما عطاوناش نقطة إم 7، ما عندناهم طبيعة الحركة طلبوها مني من بعد، إذا ما نقدرش نقول بالآن نخدم بها الآن، إذا من بعد غنقولو يستنتج طبيعة الحركة، إذا هنا في التسجيل نساو ما عطاوناش نقطة إم 7. غتكون بنفس الطريقة حنا غنلقاوها هي جوج عشرة ناقص جوج في جوج على جوج في 40 عشرة ناقص 0.5 متر سكون موازي. هذه في حالة إذا كانت عندكم في التسجيل إم 7، ما كانتش عندكم كما عندنا في الحالة هذه مثلا كتبنيو كتقولوا أو شنو كنقولوا بما أن حركة إم منتظمة فإن السرعة ديالك كتكون سرعتها ثابتة، أي السرعة في موضع 6 غتكون هي نفس السرعة في موضع 4، هي السرعة اللي حسبناها في موضع جوج غتكون كتساوي 0.5 متر سكون موان ز. إذا الآن غادي نستنتج طبيعة الحركة، طبيعة الحركة، إذا قلنا في طبيعة الحركة كنوصفو المسار كي داير والسرعة كي داير، إذا تصفر بين المسار منتظم والسرعة ثابتة، إذا الحركة تكون حركة مستقيمية منتظمة، هنا نكتبو مسار حركة إم مستقيمي وسرعتها ثابتة، إذا حركة إم مستقيمية منتظمة.